بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، محاضرتنا اليوم إن شاء الله يعني هي تقريبا لها علاقة بالجزء المحاضرات الماضية عن صناعة الخبز، هي الإنزيمات اللي تستعمل إنزيم النون بريد ويت بيست فود، اللي هي الإنزيمات تستعمل في صناعات أخرى غير الخبز زي الكيك والبسكوت والجاتوهات والمعكرونة والسباكيتي وحتى الأندومي إلى آخره. حنشوف إيش هي الأنزيمات اللي بتستعمل لتحسين جودة إنتاج المواد هذه بكلياتها على أساس إنه نستعمل الأنزيمات. في البداية اللي يعتبر القمح اللي هي the most important raw plant material for food products around the world. For example يعني في حوالي اللي هو سنت 2008 كان إنتاج القمح حوالي 658 مليون طن للإنسان بيستخدم فيهم، أو production of 453 مليون طن will be for human، كان هذول بالنسبة للإنسان. كان بالنسبة من القمح حوالي 118 مليون استخدموه للحيوانات لمنتجات أخرى. human weight consumption per head اللي هو إذا راوند 67 كيلوغرام للشخص الواحد في العام الواحد، يعني إحنا من الإنسان حوالي بيستهلك من القمح حوالي 67 كيلوغرام للشخص الواحد في السنة الواحدة، which is the major part consumed as بشكل أساسي إحنا بنستعمل على شكل بريد خبز and باستا برودكت اللي هي المنتجات المكرونة إلى آخره، with the mere amount in for biscuits اللي هي البسكوت والكيك والكراكرز المقرمشات أو الجاتوهات. In some part of the world other cereals like اللي هو raw اللي هي الذرة and rice are the main staple food. في الناس في مجموعات أخرى من الشعوب بتستعملش القمح أكتر، لكن بتستعمل الذرة وبتستعمل الرز. Currently the most enzyme are used in production of bread, however application of enzyme is growing in other segment of cereal based product. استعمل الأنزيمات زي ما شفناها في صناعة الخبز، تستخدم أيضا في صناعات اللي هو الحبوب أو المنتوجات اللي على الأساس مصنع منها الحبوب. Functionalities of enzyme in wheat-based non-bread product اللي هو الوظائف وظيفة الأنزيمات في الصناعات الغير الخبز. Nowadays a wide variety of product can be induced in this stuff, food stuff category such as bread, cake, muffins. هو الفطيرة مسطحة مدورة زي ما انتم شايفين، دوناتس احنا كلنا بنعرف ايش هي الدوناتس، كوكيز، كراكرز، بسكتس، باستا، نودل اللي هي ايش اللي هي النودلز هي الاندومي وما شابه، بريكفاست سيريال اند ماني اذرز. These products can be classified depending on type, product type, sweetened or not sweetened. المنتجات هذه اللي حكينا عليها معظمها تصنف على اساس انها حلوة او محلاة أو غير محلاة. Methods of leaving اللي هي biological, chemical or unleavened اللي هي سواء كان التخمير بواسطة المواد الخميرة أو مواد أخرى غير الخميرة. Most enzyme applied in bread making can also applied on other wheat based baking application mentioned above. Depending upon the raw material used on wheat based product, amylases, hemocelluloses, lipases, oxidases, cross-link enzyme and proteases. هذه الانزيمات كلها تستخدم ايضا زي ما استعملناها تقريبا في صناعة الخبز، تستخدم ايضا في صناعة اللي هي المواد غير الخبز. And may apply to improve بهدف اللي هي الكواليتي quality اللي هي الجودة and or modify the texture اللي هي المحتوى أو القوام للمواد اللي هذه اللي احنا بنخبزها.
application of enzymes in cake and muffin production. Cake and muffin are produced from the following basic ingredient. احنا نعرف الكيك تستخدم فيها اللي هو الفلور ميت ويت فلور هي الدقيق القمح sugar eggs and in some cases of and in the case of round or high ratio of cake also fat. واستخدم ايضا اللي هي الزيوت في صناعة الكيك. egg نستخدم البيض، البيض contain شيء مهم جدا في البيض اللي هو الليبيدز consisting of triglyceride دهون ثلاثية ومادة الليستين اللي هي فوسفاتيديل كولين اللي احنا حكينا عليه في المرات السابقة. The latter fraction has service active properties and may act as emulsifier اللي هو اللي بيصير السحلب اللي هي ايش؟ اللي هي مادة الليستين أو الفوسفاتيديل كولين to stabilize the oil in water in the oil in water emulsion اللي هي الاستحلال اللي هو اللي بيعدها كيفية خلط الماء من الدهون وجعلهم على شكل مستحلب. The major constituents of egg listin are phospholipid consisting of phosphatidyl choline زي ما حكينا and phosphatidyl ethanol أمين وبالتالي هذا هو اللي بيعمل على شكل المستحلب في الصناعات. These lipids have emulsifying properties which can improve when the part of hydrolyzed into lysophore يعني بصير عمل المستحلب أقوى لما تتكون تتحول هذه المواد الفوسفوليبيد لليزوفوسفوليبيد. This hydrolysis is catalyzed by the action of phospho Lipase A, type A, أو type A, type 2. Figure 7.1 shows conversion of red whole egg chromogenic phospholipase unit اللي هي CPU 9/6 واللي هي phosphatidyl choline PS اللي هي by phospholipase A2 at the varied dose levels and incubated at 20 degrees centigrade. هذا الفيجر او هذا المنحنى اللي احنا شايفينه في الاكس اكسس هنا في الانكوبيشن تايم اللي هو احنا تحضين فتره وضع كميه الزمن وضع الانزيم على الخلطه والهنا ليش كونفرجن بيرسنت قديش بده يحول اللي هو من الفوسفاتيديل كولين لليزو فوسفاتيديل كولين. فconversion of egg lipid by phospholipase A2 زي ما احنا ملاحظين هنا لما كانت كميات الانزيم اللي هي 1 من 100% اللي هو CZ هي اختصارا لكيك زايم اللي هو ده طبعا الانزيم هذا فوسفولايبيز اي 2 صناعي يعني تجاري له اسم تجاري اللي هو كيك زايم او بيستعملوا بالاسم هذا وبالتالي التركيز هذه تركيز احنا زي ما شايفينها من التركيز الصغير للتركيز الكبير 1 من 10 هنا كان 1 من 100 بعد بينهم 2 من 100 5 من 100 ل1 من 100 طبعا 1 من 100 اكبر من اللي هو ايش 1 في 10 وأكبر من 1%، وبالتالي إحنا ملاحظين كمية اللي هي تحويل الفوسفوتيدلكولين إلى لايزوفوسفوتيدلكولين كانت بكميات أكبر، والشيء اللي هنا لازم نعرف وإحنا اللي هو ده فوسفوتيدلكولين LPC form has stronger emulsifying property than PS اللي هي فوسفوتيدلكولين which may help to improve cake quality جودة الكيك and or to reduce cost because reduction in egg quantity in making in cake recipe وبالتالي احنا اذا حولنا الفوسفاتيديل كولين لو لايزو فوسفاتيديل كولين احنا بنقلل من كمية اللي لانه له تأثير مولسيفاينج ايجنت قوي وبالتالي بنقلل من استخدامنا وبالتالي المواد هذه وبالتالي بقل اللي هو ايش اللي هو السعر reduce cost كمان improve butter stability and baked spongy cake is shown in figure 7.2 هنا انه استعملنا الفوسفاتيديل كولين كانت الخلطة اللي احنا حاطين ضفنا عليها هي خلطة ثابتة
وأدت إلى بشكل اللي أسفنجي. ملاحظين هنا في الجزء هذا، في جزء A كان في عندنا stability spongy pattern reference اللي هي ال A، وهذا الكنترول أضفنا على الخلطة اللي هو الإنزيم الكيكزايم، وشوفنا كيف تتكون فيها. وبالتالي ال A هي اللي هي a picture shown pattern heat for 5 minutes، سخنها لخمس in boiling water bath. A is a reference، لكن ال B هذه هي استعملنا فيها 1250 سي بي يو فوسفولاي بيز 8، يعني قديش حتين على كل كيلوغرام. whole egg has been added. butter is clearly more stable than reference. زي ما انت شايفين هي ثابتة أكثر من اللي هو الكنترول، بسبب استخدامنا للفوسفولاي بيز اللي هو حلل الفوسفوتيديل كولين إلى لايسوفوسفوتيديل كولين، وبالتالي كان له تأثير اللي هو مالسيفكاين ايجنت اكتر. كمان ريفرنس باتر كمان له تأثير على لو احنا اخذنا مقطع في الكيك اللي عملناه، بنلاحظ انه شو سيس البكتشر اوف كام اللي هي اللوب اوف ذيس كيك، اند سي اللي هي دي اللي هي الموجود اللي هي مايكرو ستراكشر، هذا المايكرو ستراكشر وهذا الستراكشر العادي اللي احنا بنعرفه، بنلاحظ في تحسن كبير بين الفرق بين كبير اللي هو بدون استخدام الفوسفولايبيز 2 او الفوسفولايبيز A2، وبالتالي كان ما فيش الشقوق اللي موجودة والفراغات اللي موجودة اكثر. presence of lipase phospholipase is clearly result in forming information of more regular and fine crumb structure، وبالتالي كانت اللب بشكل مرتب اكثر، بشكل منتظم اكثر، وبشكل ايش واضح اكثر. كمان الابليكيشن اوف انزيم ان باستا اند نودلز اللي هي المعكرونات بشكل عام بشكل كبير لها، او استخدام الانزيمات في صناعة اللي هي النودلز اللي هي الاندوم. باستا اند نودلز are also play an important role in nutrition for the world population. تستخدم المعكرونة او الباستات هذه بكميات كبيرة، يستخدمها الانسان بكميات كبيرة، وبالتالي زي احنا بنشوف ناس كتير بيستعملوا الاندومي في وجباتهم الغذائية. both are popular for their ease cooking and nutritional qualities. هما بيفضلوها لانها سهل استعمالها، ما حد بيجيب الاندومي، والاندومي بيسخنه وبالتالي بيقدر يتناول لانه هو جاهز للاستعمال. with dried and instant noodles are mainly consumed in China and Southeast Asia، شمال شرق جنوب شرق آسيا. and pasta products are consumed more than North South America and in Europe. بشكل عام المواد هذه تستعمل في الدول هذه بكميات كبيرة. الباستا is produced اللي هي بشكل عام المعكرونات أو الباستا is produced by mixing سيمولينا اللي هي طبعا السميد from درام wheat اللي هي تريكم درام اللي احنا ايش حكينا عليها في الماضي، and water into dry dough حوالي 25 ل 35 في المكسر اللي الرطوبة فيها، and extrude this dough through اللي هي أداي القوالب to obtain a dessert اللي هو shape followed by اللي هي dried to obtain stable product. طبعا هذه لها أجهزة ولها مكان لصناعتها، بشكل عام هي ضغط، هي مكونات وبتضغط وبتتكون فيها. في نهاية الحلقة هذه حيكون في فيديوهات تحبين تتفرج عليها وتشوف كيف تصنع النودل، كيف تصنع الباستا، كيف تصنع المعكرونات. Noodles are produced by mixing flour حيد عين دقيق from common wheat اللي هي تريتيكم استيفيوم اللي هي زي ما حكينا عليها قبل هيك، and salt white نودل or alkaline solution yellow noodles زي ما نشوفها to form a crumpy اللي هي لها قلب ناعم. نودلز can be dried يتم تجفيفها بواسطة اللي هي البخار، and dried or steamed and fired فريد اللي هي ايش اللي هي قليها او اللي هو تسويتها او انضاجها بواسطة البخار.
enzyme in if is enzyme effect on pasta product في ان احنا بنعرف the bright yellow color of durum white products is result of naturally carotenoid pigment اللون الاصفر المكرونه هو جاي لان احنا بنستعمل القمح اللي فيه ايش في اللي هي البيتا كاروتين او مواد الكاروتونايد اللي هي لها اللون الاصفر. Pigment loss is caused by oxidative degradation by endogenous lipoxygenase. وهذا اللي بيضيع اللون الأصفر هذا الجميل في صناعة المكرونات. المكرونة هو إنزيم اللايبوأكسجينيز لأنه بيعمل له أكسدة وتحطيم. The phase mainly responsible for pigment loss is processing particularly in the dough mixing stage في مرحلة خلط العجنة الانزيمات هذه بتعمل وبتضيع اللون الاصفر من اللي هو العجين when substantially decrease in pigment content occur lipoxygenases catalyze the peroxidation of unsaturated fatty acid like linoleic acid to form a conjugative monohydroperoxide وبالتالي بلا تأثير على على اللون. These monohydroperoxide then react with carotenoid اللي بتتفاعل معها resulting in loss of chromophore اللي هي تفقد اللون. Mixing under vacuum and introduction of high temperature pH drying اللي هو حوالي 60 ل 85 درجة مئوية and recently ultra high temperature اللي هي دي pH drying 85 ل 110 and resulting and reducing processing time have improved pasta color quality يعني احنا اذا هو اللي عملية فقدان اللون بتتم ببطء وفي مرحلة خلط العجين احنا ممكن عمليات اللي هي الخبز السريع هذا والسرعة هذه ممكن ادي الى تحسين جودة الباستا وكسب ايش وكسب اللون لها. There was the danger of increasing Miller reaction because of high drying process. طبعا هنا في خطورة انه كمان احنا اذا بدنا نحافظ على اللون في احتمال انه يصير في عنا الميلر رياكشن اللي هو اللون البني. ترانس جلوتامينيز and oxidizing enzyme like glucoxidase, peroxidase, dehydrogenase and lactonohydrolases are used to improve gelatin strength in pasta dough and overall quality of the product. طبعا هذه المواد تستخدم ليش؟ لتقوية الجلوتين في شبكة الجلوتين في الباستا وبالتالي تحسين جودة المنتج. Lipase addition extend shelf life and keep characters of yellow color over time. إضافة إنزيم اللايبيز زي ما احنا في الحالة هذه شايفين في حال تصنيع الباستا إنزيم الباستا زايم بس زايم اللي هو إنزيم الإنزيم مصنع إنزيم تجاري إنزيم تجاري هذا محتوى على إنزيم اللايبيز والهيميوسيلوليز وهذه بيأثر على الباستا على المكرونة أو الباستا وبالتالي بيحسن بيعمل سموثر سيرفيس ستيبل وين بويل بيتر أبيرانس أند سنسوري properties of fresh and dried pasta واهم شيء انه هو optimizes color اللي هو بيحافظ على ايش بيحافظ على اللون اللي موجود فالانزيم هذا الانزيم اللي هو صناعي بتقوس انزيم تجاري اسمه باستازايم بيحتوي على انزيم اللايبيز والهيميوسيلوليز ولهم تاثير قوي جدا على المحافظه على لون اللي هي الباستا بلونها الاصفر اللي يعني الممتاز. Enzyme effects on nodules اللي هي الاندومي احنا بنعرفها بالاندومي nodules color appearance cook texture are very important to nodule producer
اند كونسيومر، هذه المواد كلها هياتها لون، لون الاندومي او لون النوديوز، شكله او طريقه طبخه هي مهمه جدا بالنسبه للمصنع وللمستهلك ايضا. each نوديول تايب has its own unique color، ممكن يكون لها لون معين ولها texture characteristics اللي هي قوام معين. important factor responsible for nodule color are flower color، لون الدقيق، protein contents، ash contents، yellow pigment and phenol oxidase activity. والphenol oxidase activity الانزيم هذا مهم جدا للعملية هذه. starch characteristics and protein content and quality play major role in governing the texture اللي هي القوام of cooked nodules. starch fasting quality is the primary properties determining اللي هو eating quality. A common problem is darkening اللي هو اللون، لون النوديول فيه اللي هو بصير على شكل على سواد. overall nodule or nodule dough sheet during اللي هو production or shelf life اللي هي التخزين. treatment with fungal lipase help to brightening، استخدام انزيم اللايبيز بيخلي النوديول لونه فاتح. sheets or raw nodule during shelf life اللي هو خلال التخزين على الرف اللي هي shelf life. lipase or combination with of lipooxygenase and lipase، يعني سواء lipase أو combination lipase مع lipooxygenase also make boiled اللي هي nodule firmer اللي هي ثابت أكثر وصلب أكثر، smoother ناعم وليس sticky وغير لزج، resulting in easier this tangling entanglement اللي هي فك التشابك، لأنه احنا بنعرف نديول الاندومي بتشابك مع بعض الخيوط هذه أو الشعيرات هذه بتخبط تتشابك مع بعضها، فهذه بيقلل فك التشابك يكون أسهل and improve eating quality، بيحسن جودة اللي عملت الأكل. جلوكوز أوكسيديز also able to make a cross link between the constituents هي جلوكوز أوكسيديز is used to improve firmness, elasticity, surface properties and cooking tolerance of different type of nodule. فزي ما احنا ملاحظين هنا في الرسمتين هذولا، في رسم واحد واثنين وثلاثة، هي عبارة عن نودولز الكوكت instant noodle passed between glasses plate ثلاثة after 3 7 minutes. اي وبي هذه 3 دقائق، هنا 7 دقائق عملية الطبخ، ولكن هنا كانت في الرقم واحد هو الريفرنس اللي هو الكنترول، 2 زائد 45 اس ار يو جلوكوز اوكسيديز كميات وحدات من الجلوكوز الانزيم جلوكو اوكسيديز للكيلو جرام. هنا ضعفناها الكمية تقريبا من 45 ضعناها ل 75، زي ما انتم ملاحظين هنا في حتى في الوقت اللي صار فيه 7 دقائق في الغلي كان في نودل في ثبات اكثر من الكنترول. الكنترول اتفتفت، لكن هنا ضلوا ايش، ضلوا ثابت بفعل استخدام اللي هو انزيم جلوكو اوكسيديز. application low quality can be upgraded for production of nodule by adding جلوكوز اوكسيديز، وهنا يمكن معلومة لازم نفهمها ايضا كمان مرة، انه احنا ممكن نحسن من جودة اللي هو الدقيق المستعمل في صناعة النوديولز باستخدام انزيم الجلوكو اوكسيديز. application of alpha amylase on the surface of pre-gelatinization nodule prevent clumping of cooked nodule and improve flavor and texture even after a long period of storage. كمان استخدام الانزيم الالفا اميليز له تاثير على عمليه اللي هي الكلامبنج اللي هي تجمع او التصاق النوديولز مع بعضها البعض، بياثر على الطعم وبياثر على القوام النوديول.
زي له تأثير كمان مرة، زي ما شفنا انزيم اللي هو جلوكوز اوكسيديز. Application of enzymes in biscuits, cookie and crackers production اللي هي البسكوتات واللي هي المقرمشات اللي بتحصل. اللي هي the word biscuits is French origin. Twice cooked يعني معناتها الفرنش by biscuits اللي هي by معناته اللي هي twice cooked مطبوخ مرتين. Nowadays there are a few products are baked twice while most biscuits and crackers are baked only once. في معظمهم اللي هي في الخبز هو اسمه المخبوز مرتين، لكن هو بشكل عام شكل يخبز مرة واحدة. In Europe the word biscuit is also for low moisture product and that are made with high level sugar. كمان البسكوتات هي مركبة يعني منتجات يطلق عليها انها هي رطوبتها قليلة ولكن محتواها السكري محتوى عالي. In United States are cookies تسمى في الولايات المتحدة الأمريكية مش بسكوت بتسموها cookies. The principal ingredient used to manufacture biscuits and cookies are flour, meat, wheat flour, flat, fat sugar. Water plays an important role in biscuits making process, but it is largely removed during اللي هو baking. الماء يستخدم بكمية له دور كبير في عملية تشكل اللي هو البسكوت في البلكوت، لكن هو بشرح زي ما في الأثناء الخبيز تقريبا بتم إزالته بشكل كامل. بسكوت مانيفاكشن generally include several steps اللي هي mixing, resting time, machining and finally baking. طبعا صناعة البسكوت لها عدة مراحل. المرحلة الأولى هي الخلط، لما تكون العجين، العجين بيتم نديله وقت راحة، بعديها بواسطة المكن بنشكله، بعديها إيش بنخبزه في المصانع. أثناء اللي هو تحضير العجين بيستخدم مادة الصوديوم ميتا باي سلفيت الـ SMS is currently used in baking industry to soften biscuit dough. طيب الهدف منها اللي هو هي جعل اللي هي البسكويت عجينة البسكوت طرية باستخدام ال SMS. لكن in particular SMS is used industry to reduce shrinking بيقلل من عملية التقلص of the pieces and irregular size of baking، أو بيقلل من عملية كمان اللي هو الأشياء أو الشكل الغير منتظم للبسكوت. SMS is known to react with gliatin protein preventing them from forming intercovalent SS اللي هي sulfur hydrosulfur group أو thiol group bridge. The effect of sulfur in dot is immediate فوري and resulting in inextensible and inelastic بشكل غير مرن وشكل ايش وشكل وغير مرن وغير لزج مرن وغير لزج او يعني الوجه العجنة. سلفايد مي اكتيفيت ويت بروتيزز السلفر كمان الموجود فيها او السلفيت الموجود فيها السلفايت الموجود فيها انهانس بريكنج داون الجلوتين ستراكشر كمان ممكن يؤدي التكسير اللي هي الجلوتين. طبعا ايش البديل؟ البديل لو استعملنا السيستاين هيدروكلورايد can or can be used as alternative to SMS and permitted for use in biscuit production. However, due to the relative high cost in use compared with SMS, it is not routinely used. لكن المادة هذه الآن cysteine hydrochloride متمنى غالبا تستخدم فيها بيستخدموا أكثر الـ SMS. طيب الـ liposomes is used of to modify gliatin quality standardized proteases table from
Aspergillus species are available. كمان في عنا البروتيازيز and can be used in cracker المقرمشات spawns جيز in order to do extensibility اللي هي تمدد للعجين. This allow crackers manufacture tight control over the consistency اللي هي التماسك. هذه طبعا اللي هي البروتيزز او الفرق بينهم، واللي هي فبنلاحظ انه احنا هنا المركب هذا مركب غالي الثمن، اللي هي البكتيريا البروتيز ممكن احنا نحصل عليها بكميات كبيرة ولكن بسعر يعني بتكلفة اقل. الان الاس ام اس احنا زي ما قلنا الها 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 يعني الها مساوئ، الها بتدينا بشكل غير مرن والغير لزج، وبالتالي في عنا اللي هو الهدف اذا احنا بنقدر نستعمل البروتيازز. البكتيريا البروتيازز بيدينا تقريبا نفس النتائج بالنسبة لك، سواء كان الدنسيتي او اللينكث في عملية اللي هي الفيسكت كاركترز. فبالتالي احنا ممكن اذا احنا بنحصل على المنتجات هذه بالاس ام اس ممكن نحصل عليها بالبروتيازز انزايم. طبعا احنا كمان مرة ممكن نستعمل ايضا انزيمات اخرى للمحافظة على تماسك النوديولز أو العجين، ممكن نستعمل أنزيم البابين لأنه هو بروتيازز أيضا من أنزيمات البروتيازز. It's an interesting protease to use since it lasts strong hydrolytic action on glutenin but can spontaneously stop by natural oxidation of the ممكن كمان يتوقف بواسطة عملية الأكسدة. A combination of glucose oxidase and papain enzyme will result in similar effect as SMS. كمان احنا زي ما حكينا قبل شوي هنا البكتيريا البروتيز بدينا نفس النتائج الـ SMS. انا ممكن احنا تكون واحد الانزيمات التعويضية ايضا عنها، وبالتالي الانزيم الجلوكوز اوكسيديز مع البابين يدون نفس النتائج الـ SMS. في الفيجر هذا في الرسم هذه اللي الكونسيستنس التماسك ادتني النتائج بالشكل هذا. لاحظوا الخط الكبير او الخط العريض من الخط الاسود هذا، فالعملية لما استعملنا البابين لوحده كانت الكونسيستنس قليلة، لما احنا استخدمنا الانزيم الجلوكو اوكسيديز مع البابين كانت النتائج تقريبا مشابهة ايش مشابهة للام اس اس. وهذا اللي احنا بنهدف له، انه احنا وجدنا بديل للاس ام اس عوضا باستخدام الجلوكوز اوكسيديز مع البابين. كمان ايضا في بالابلكيشن اوف انزيم ان ويفرز، الويفر كلنا بنعرف البسكوت اذا باشكاله سواء عكل الرولات او بسكوت مع شوكولاته او بسكوت مع شوكولاته ونكهات اخرى. ويفر بسكوتس ار ميد فروم ميلي ويت فلورز دقيق للقمح ووتر انت ويتش اذر مينرال انجريدينت may be added. طبعا الاشياء الاخرى اللي بتضاف عليها manufacturing process consists of preparing a batter. هي باتر اللي هي الخلطة الأولانية اللي من الطحين ومن المواد الأخرى اللي بنخلطها مع بعضها لتخليص and other ingredients such as fat زيت emulsifiers لحاجات تجعل الخليط مستحلب sugar egg salt sodium bicarbonate and yeast at high temperature اللي هي 2 minutes لمدة اللي هي 127 درجة مئوية بنحصل عليهم. فالبروتيزز especially بكتيريا البروتيزز can be added to wafer butter in order to to prevent gluten development and liquefying the gluten. البريفنتنج اللي هي تكون الجلوتين يعني تصير شكله زي شكل او عجنته زي عجنة الخبز اللي احنا بدنا نمنحها، وبالتالي بنستعمل البروتيزز. لاحظوا انا في الريفرنس في عندي انزيم 15% توبيكال ستراكشر لستارش، وهنا نفس الكلمة لكن هنا أضفنا إنزيم اللي هو الإنزيم اللي هو البروتيز، ولاحظوا اللي هو يعني التماسك أو الشكل المنتظم للويفر أحسن منه وأوضح منه في اللي هي بدون استعمال الإنزيم اللي هي يونيفورم ستراكشر with optimum flow properties. ويفر الباتر test results زي ما احنا شايفين في الفيجر 7 6 clear indicate the addition of bacterial proteases with combining with endo زي ليز
زي لانيز اللي هي immediately lower اللي هو باتر، باتر اللي هي viscosity. الباتر هي الخلطة اللي في البداية، الخلطة البداية اللي احنا بنحطها مع بعض بيكون لها لزوجة معينة. فاللي بيحصل انه خلط انزيم البروتيزز مع الانزيمات الاندو زيلانيز بيديني lowering butter، بيقلل من اللزوجي، وبالتالي زي ما احنا شايفين في الحالة هذه في عندنا كنترول، وهنا في اللزوجي كانت اللزوجي اللي هي قليلة، يعني الخلطة هذه مش متماسكة ما فيش فيها لزوجي، لكن لما ضفت عليها انزيم البكتيريا البروتيازز والهيموسيليزز ادتني نتائج اوضح، وفي فرق كبير بين الكنترول في المرحلة هذه وإضافة الأنزيمات، أداني تغيير كبير على الويفر باتر اللي هي خلطة. كمان في عندي أنزيمات تستخدم في اللي هي صناعة ويت فلور تورتيلا اللي هي للرقائق الرقاق أو خبز الرقاق تورتيلا، وبالتالي تورتيلاس ار unleaved unleavened flat round bread made from water or corn. ممكن يستخدم فيه القمح أو يستخدم فيه الذرة. The bread has a circular flat shape and usually varies in diameter حوالي من 100 مليمتر، 10 سنتي، من 10 سنتي ل 70 سنتي، ممكن تكون اللي هو القطر للرقاق. الثيكنس حوالي من 1 ل 5. تورتيلا دو إتس جلوتين ستراكشر and most of the turtles contain chemical leavening agent. في بعضهم بيستخدم الخمار بشكل بسيط أو في بعضهم بيستعملهاش أبدا. During this small air bubbles are formed and disrupted by evenly through the throughout the dough اللي هي ممكن تتكون فقاعات هواء في الرقاق، ولكن هذه سرعان ما تغادر الخلطة وتصير لجين. The texture of turtle تورتلس اللي هي depend on retention of gases by gluten matrix. good quality flour tortillas so soft opaque غير شفاف flexible without cracks بيحصل ما بيحصلش فيه تشققات في يعني أثناء عملية total staling أو فساد اللي can be significantly reduced by addition of a low activity level of bacterial amylases. ممكن إحنا اللي هو ان يعني نقلل من فساد الرقاق باستخدام اللي هو انزيمات زي انزيم البكتيريا الاميليز. Also flexibility الليوني او المروني والsignificantly improved by addition of bacterial amylase كمان الليوني بيكون بسببها. كمان في عندي application of enzyme in breakfast cereals. احنا نعرف في بعض اللي هي المنتجات تؤكل اللي هو ready to eat جاهزة للأكل، ولكن احنا ما علينا نضيف عليها الأشياء زي المواد زي الكورن فليكس. الكورن فليكس تؤكل بدون أي إعداد أو بكون أي طبخ، وبالتالي زي ready to eat breakfast cereal have become well established on breakfast table almost all over the world. وبالتالي هذه الكورن فليكس والمنتجات هذه أصبحت زي ما احنا شايفينها منتجات ضرورية، أو يعني الناس بتستعملها بكميات كبيرة حسب الحاجة لها وحسب النظام الغذائي إلى آخره. البريكفاست سيرالز في منها لو إن شوجر كمية السكر فيها قليلة، أو ميديوم، أو حتى هاي حسب اللي هو إيش، حسب اللي يعني الناس اللي بتستعمل أنظمة غذائية معينة لتخسيس الوزن أو لزيادة الوزن إلهم. لكن بشكل عام البريكفاست سيرالز صارت من الوجبات اللي تعتبر على المائدة بشكل دائما في خصوصا في الفطور. ممكن نستعملها مع العصائر مع الحليب إلى آخره. Most important raw material in breakfast cereal is grain اللي هو الحبوب. Most commonly used is corn ممكن نستعمل القمح الذرة القمح الشوفان الرايس اللي هي الرز، أو ممكن ليش الشعير. طيب المنتجات اللي تصنع من المواد بشكل عام. Other ingredient often include the manufacturing process are salt اللي هي الملح، ممكن يستعمل sweeteners اللي هي المحليات flavoring agent اللي هي للطعم coloring agent اللي هي للون
فيتامينز ممكن نضيف عليها، وممكن نضيف عليها مينرال اند بريزيرفاتيفز اللي هي المواد الحافظة. يعني بمعنى صح ان الطريقة اللي نشكل فيها ممكن نستعملها مالحة حلوة، لونها كذا لونها كذا الى اخره، لكن هنا ايضا ممكن نستعمل فيه مدعمات الغذائية فيها زي الفيتامين وزي المينرال. Producing اللي هو fructose provide a greater level of sweeteners for a given amount of starch conversion. ممكن اللي هو زودنا كمية الفركتوز فيها نزود اللي هو ايش، نزود حلاوتها. يعني كيف بدنا نزود كمية الفركتوز؟ نزود كمية الهيموز اللي هي بنستعمل اللي هو the use of glucoamylase in combination with ايزوميريز. الايزوميريز بحول الجلوكوز سكر الجلوكوز لسكر ايش، لسكر الفركتوز، وبالتالي سكر الفركتوز احنا بنعرف انه هو حالاته اقصى اكثر من حالات الجلوكوز، وبالتالي هو يستعمل كمادة محلية وزيادة في حلاوة اللي هي المنتجات الغذائية. and alpha amylase in method for making cereal product naturally sweetened with fructose اللي هي الحلاوة بواسطة الفراكتوز. هذه بعض اللي هي اليوتيوب ممكن تتفرجوا عليها وتشوفوا، مثلا اللي هي ماشينا بير كاستا اللي هي فريسلي، يعني ممكن تشوفوا ما كيف يصنعوا الباستا بأشكالها وألوانها إلى آخره. هيك بنكون خلصنا المواد المتعلقة بالاستخدام الأنزيمات في صناعة الخبز وفي صناعة المنتجات غير الخبز أيضا، زي البسكوتات وزي المواد اللي هي الكيك وإلى آخره والأندومي إلى آخره. شكرا كثير لكم، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى إن شاء الله.